أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، طبعا للنقاش في مواضيعنا التي نطرحها لهذا اليوم. الموضوع اليوم سيكون عن واقع الطفولة في العراق، موضوع عام شامل بإمكانكم أن تتناقشوا فيه في أي جانب يخص الطفولة في العراق. طبعا معاناة الأطفال في العراق، إنشاء أجيال يعني أجيال متخبطة، أجيال لا تعرف طريقها، أجيال تقاد من قبل شخصيات خطأ أو جهات خطأ، جهات مفسدة فاسدة مجرمة، بغض النظر عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأطفال في العراق. واقع التعليم، واقع الصحة، الواقع الخدمي، الحياة الاجتماعية الآن التي يعيشها العراقيون والتي تنعكس على أطفالهم كمجتمعات عراقية، وغيرها من الأمور التي تؤثر على الطفولة في العراق وتنشئ لنا أجيالا ضعيفة للأسف الشديد. نراكم بعد قليل مشاهدينا الكرام. شلون ماكو بلد ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق؟ تجي تعطي احنا رواتب؟ نعطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين، مليون ونص مال متقاعدين، تقريبا 1,200,000 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعية، 100,000 امرأة أرملة، بطاقة تموينية، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هذا الفقر هم كذبة. احنا هسه قاعدين نشتغل احنا بالعرفانة عشان تطلع العيشة، يعني علاقة نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانة يوميا نطلع 7,000 دينار نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون، واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار ونودي زلمة الكرو 1,000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادور انا عيشه. هذا الفقر هم كذبه. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا في احدث تقرير لها ذكرت منظمه هيومان رايتس ووتش ان مئات الاطفال المعتقلين في كردستان العراق يواجهون خطر اعاده اعتقالهم بعد الافراج عنهم. طبعا حاولوا اذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومه في بغداد. المنظمه اوضحت ان المشكله تنبع من غياب التنسيق بين النظامين القضائيين في اربيل وفي بغداد، وهو ما سيؤثر حاليا على حوالي 20 طفل تم اطلاق سراحهم بعد سجنهم بتهمه الارهاب. ولفتت الى انه سيتم اطلاق سراح عشرات ومئات البالغين قريبا من سجون اربيل. طبعا شاهدتم بموضوع داعش وعندما بدات المعارك في العراق، تابعنا حتى الاطفال الذين قيل بانه هناك تجنيد للاطفال يتم وينفذ على ايدي تنظيم الدوله، لكن في المقابل فضحت أيضا عمليات تجنيد للأطفال التي اتبعتها الحكومة والقوات الحكومية والميليشيات في تجنيد أطفال وزجهم بهذه الحروب وبهذه المعارك. ربما لم يسلط الضوء عليها بهذا الشكل، لكن قد تكون هي هذه الإرادة أو قد تكون هذه الرغبة هي بإبعاد الرأي العام المحلي والدولي كذلك عن هذه الأمور، ولكنها فضحت بشكل أو بآخر. وعرضنا في قناة الرافدين المقاطع التي أثبتت عمليات تجنيد لأطفال على يد ميليشيات الحشد الشعبي. هذه نقطة خطيرة للغاية، قضية التجنيد، وقضية إن كان تجنيدا عسكريا أو إن كان تجنيدا فكريا. وقد طرحنا سابقا في أحد برامجنا موضوع التجنيد الفكري الذي يحدث الآن في بعض المدارس بالنسبة للأطفال، زجهم بأفكار هذه الأحزاب وبالتحزبات وزجهم بهذه الخنادق، محاولة جذبهم منذ الطفولة إلى شخصية معينة، قد يكون زعيم ميليشيا أو قد يكون ربما سياسي أو قد يكون برلماني أو قد يكون وزير أو غيرها. عمليات جذب يستغل من خلالها المدرسون، أدوات تنفذ من أجل سحب هذه العقول البسيطة، العقول التي قد تنجذب إلى أي أفكار تأتي من طرف قد يرونه طرفا مقنعا. وبالتالي ما عرضناه سابقا طبعا كان بخصوص مقتدى الصدى تحديدا، هذا الترويج الذي حدث له ببعض المدارس وعمليات الجذب التي تمت له. الأطفال الآن في العراق يسيرون في نفق مظلم للغاية، لا يوجد مجتمع قائم على أسس صحيحة لكي تنشأ أجيال سليمة، وبالتالي هناك خطر يلاحق هذه الفئة العمرية
الأطفال من 5 حتى 17. هذه الفئة العمرية تواجه خطرا كبيرا حقيقة بسبب انحدار هذا المجتمع إلى الهاوية، وبالتالي يعني قد تنشأ هذه الأجيال بنفس الطبيعة وبنفس التأسيس. وجود ميليشيات، وجود فرق موت، وجود نظام فاسد في العراق، وجود قضاء فاسد في العراق، وجود حياة غير منتظمة وغير معتدلة، يؤدي طبعا بالفطرة يعني إلى نشوء هذه الأجيال التي تسير على نفس النهج ونفس الحياة التي يعيشها آبائهم وأجدادهم. معنا السيدة أم محمد، تفضلي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. وقناة الرافدين وأستاذ. شكرا جزيلا. أستاذ محمد، التعليم عندنا بالعراق هو صفر. نعم. يعني تحت الصفر، هو مو صفر، أم تحت الصفر هو. زين، يوم الأكو مطر يقولون لهم لا تداومون، يوم الجو بارد لا تداومون، يوم الأكو يعني شيء بسيط والله لا تداومون. ليش؟ مثل اليوم عطلة، اليوم عطلة، يعني بمرور الأيام تيجي تصير عطلة مثل واحد يعني هذا مثل نعم. يوم يعطلون باكر ما يداومون، وراهم ما يداومون. نعم. زين، أنتم تقطعون أسبوع كامل ما تداومون. لا عاد هو شنو راح يتهم الطفل؟ 4 والله العفو 8 أيام بالشهر عطل، جمعة وسبت ووراها أكو عطل. زين، هذا الطفل منين يتهم أستاذ محمد؟ أنا دارسة للسادس ابتدائي، أنا مواليد 60، دارسة للسادس ابتدائي. هسه أكبر عدد أنا أكثر، وبنتي إذا تسمعني أكبر عدد هسه إذا أقعد على الحاسبة أنا أكثر، بيت ما تريد يعني ولي ما يقولون رأس أنا أقول لهم هالقد. يعني يقولون شنو هالذكاء اللي عندك؟ هسه هسه مخلصين كليات وما يقدرون يحسبون هيك حساب أستاذ محمد. يعني ماكو دوام، تعليم ماكو، يروح الطفل للمدرسة مثل ما يروح، وين اكو دوام ثلاث شتات؟ طيب أم محمد، أم محمد، نعم. الآن المشكلة في العراق لا تقتصر فقط على مشكلة التعليم، يعني الأطفال الآن قليل من يذهبون إلى المدارس، الآن هناك تسرب كبير من المدارس، نعم. هناك إجازات كثيرة كما تفضلتي، لكن الموضوع هنا لا يقتصر فقط نعم. على جانب التعليم، هناك أيدي عاملة بالنسبة للأطفال، نعم. أطفال يذهبون يتركون التعليم ويذهبون إلى العمل في سبيل إعالة عوائلهم. إن كانت عائلة فقدت أبها، أو إن كانت عائلة قد انفصلت بسبب نسبة الطلاق المرتفعة الآن أيضا في العراق. نعم، تروح للسوق تتسوق، أنا مو بغداد، أنا مثل يومانية، تروح لبغداد يعني بغداد قبل السوق الرئيسي يعني تتسوق أي سوق أي نعم. محلات كلها تلقى أطفال هم عمال عدمان عدة بالمحال عدة بالمخبار، تلقيهم داسين عربانة. ليش؟ ليش غير من العودة يا أستاذ محمد؟ نعم، أنا هم إفادتك بهذا الموضوع. نعم. يعني من نروح نشوفهم هاي الأطفال ها يشتغلون يبيعون على ليك دافع عربانة، يشتغل عدة بمحال. نعم. زين، الطفل عمره 6 سنوات 7 وين يقدر يشتغل يعني عدة بالسسمة عد الفانشارتشي عد الفيتر يصلح سيارة، هذا وين وين هاي الشغلات أستاذ محمد؟ ليش يشوف الموضوع العراق؟ لا، مو نصف العراق فقر، 3/4 العراق هو اكو فقر احنا عندنا استاذ محمد، 3/4 العراق، هل يجردون العراق ايش قد فيه فقر؟ نسبة 3/4 الفقر بالعراق، نعنة الله على هاي الحكومة وإيران وأمريكا والصهيونية وأي دولة انخششت ما علينا. شكراً أم محمد، أشكرك للمشاركة. طبعاً طرحت السيدة أم محمد مجموعة نقاط سنتحدث بها، موضوع نسبة الأطفال العاملين في العراق، الفئة العمرية من 5 إلى 17، هذه النسبة كم تمثل بالمئة؟ هي 5% بحسب وزارة التخطيط الحكومية، هذا بيان حكومي، هذه إحصائية حكومية. طبعا الإحصائيات الحكومية دائما قد ربما تتلاعب بالأرقام بزيادة بنقص أكثر من الزيادة دائما، إن كانت أمور قد تضر بسمعة هذا البلد وبواقعه. وبالتالي دعونا نفترض أن النسبة هي 5%، 5% من الأطفال في العراق يعملون بعيدين عن التعليم، طبعا هذه 5% هي نسبة بعيدة تماما عن التعليم، وهناك نسبة أخرى ما بين التعليم وما بين العمل. هذه النسبة لماذا لا تلقى تعليما جيدا؟ لماذا لا تلقى حياة مرفهة في بلد غني كالعراق؟ في بلد لديه ثروات ولديه إمكانيات أن يوفر تعليما سليما للأطفال، أن يوفر حياة كريمة للمجتمعات، لكي تنشأ أجيال سليمة، أجيال واعية مثقفة تستطيع الاعتماد على نفسها وبناية هذا البلد.
لكن للأسف الشديد في بلد مليء باللصوص، هذا ما نراه دائما، وهذه الأرقام قد ربما لا تكون غريبة في بلد كالعراق، قد تكون غريبة في بلدان أخرى، في بلدان لديها سمعة ولديها وضعها في بلدان العالم، ولكن في العراق الآن لا أحد ينظر له بأي احترام كبلد للأسف الشديد، وبالتالي لا نستغرب أحيانا من هذه الأرقام. نقطة أخرى طرحتها الأمم المتحدة تحديدا في تقرير لها، ذكرت أن نسبة الأمية في العراق في عام 2010 وصلت إلى أكثر من 78%، هذا تقرير أممي، انظروا إلى هذا الرقم المخيف، يعني نسبة الأمية في العراق أكثر من 78% في عام 2010. مع تطور الوضع الآن في العراق ومع التأزم بالنسبة للواقع التعليمي، وشاهدتم الأزمات الآن على المناهج الدراسية الكارثية التي وضعت لفئات عمرية صغيرة الابتدائية والمتوسطة بطرق يعجز حتى خريجو الجامعات عن حل بعض المسائل الموجودة في المناهج الدراسية الموجودة الآن، إن كانت بالنسبة للرياضيات أو غيرها، عملية تعجيز للعقول الموجودة الآن في العراق بالنسبة للأطفال وبالنسبة للشباب، تعجيز الآن بوضع مناهج غير مفهومة، مناهج قد تكون معقدة، هل هو أمر مدبر؟ هل هو أمر جاء من شخص متخلف جاهل لا يفهم شيء في موضوع التربية والتعليم؟ عموما أبدأ مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام بأول مقطع نعرضه مرتبط بموضوع التعليم بغض النظر عن القضية السياسية التي ستطرح فيه، لكن هناك نقطة هامة يجب أن نركز عليها، عملية تغيير المناهج الدراسية وفق أهواء المعممين والسياسيين والفاسدين. دعونا نشاهد جلال الدين الصغير يريد أن يضع منهج البعث، حزب البعث سابقا، في المناهج الدراسية حاليا بصورة توضح المشاكل التي قاموا بها، توضح السلبيات هذا الحزب، وبالتالي تشويه الصورة، تخويف للأطفال حتى يرون أنه لا يمكن العودة إلى ذلك النظام مرة أخرى وإلى هذا الحزب مرة أخرى، ويجب أن نركز على الأحزاب الديمقراطية الموجودة لدينا. دعونا نشاهد. لذلك على إخواننا أو على الدولة أن لا تفوت هذه القضايا، يجب أن تدون بحذافيرها، هذه تجربة أمة وإرث أمة، يجب أن تتداول، يجب أن تذهب إلى المدارس، يجب أن تدخل في داخل المناهج التربوية حتى الناس تعرف، حتى الأجيال القادمة تعرف. قدامكم صورة مؤلمة الآن، الأجيال اللي جاي تيجي ما تعرف عن حزب البعث أي شيء. أنتوا عايشتوا، عانيتوا، مريتوا، عوائلكم اكتووا، لكن الأجيال اللي جاي تولد الآن وجاي تطلع شوية شوية جاي تنمو، راح تدخل قسم من هاي الأجيال اللي ما شافت البعثيين، راح تدخل في داخل الانتخابات القادمة. إذا مو أحد يبقى دائما يأكد لها هذا تراث البعثيين وهذا اللي سووه، لا تستغرب أن يجيك واحد يقول لك صدام كان أحسن. ما عاشوا المرارة حتى، اللي عايش المرارة مستحيل أن ينطق بعض هذه الكلمة. لكن اللي ما عايش، اللي ما حاس، ايش تنتظر من عنده؟ تعتبر عليه؟ هو ما يدري. هذا شغل الدولة، شغل قنواتنا الفضائية، بدل ما مذبوحين يسقطون واحد بالآخر، شوفوا عدوكم ايش كان يسوي، بلغ الناس عدونا هكذا. إذن انتبهتم إلى الفكرة مشاهدينا الكرام، هناك خوف من هذه الشخصيات بسبب الأصوات التي بدأت تتعالى تتحدث عن فساد هذا النظام، وأن النظام السابق بسلبياته قد يكون أفضل منه. هذا بعض الحديث الدائر الآن بالنسبة لبعض العراقيين. الآن عندما تأتي هذه الأصوات ومحاولة زج الأطفال بصراعات سياسية وخلافات سياسية ونظام سابق ونظام حالي، وموضوع إدخالهم بعيدا عن التعليم في قضايا ليس لهم علاقة بها، هذه هي كارثة ومصيبة. كما تحدثنا عن التجنيد الفكري الذي يحدث للأطفال سابقا، هذا يحدث في أبشع صوره. موضوع سابقا أدخلت مناهج طائفية إلى الكتب المدرسية في العراق، وبعض الأطفال نشأوا عليها للأسف الشديد. وأيضا لدينا قضايا سياسية تطرح الآن، إن كان لم تكن بشكل تحريري فتكون بشكل شفهي
كقضية التجنيد الفكري الذي يحدث من قبل بعض المعلمين المنتمين إلى جهات حزبية للأطفال الموجودين في المدارس. والآن استمعتم إلى جلال الدين الصغير، هذا الذي كان يدعو العراقيين للتقشف وعدم شراء النستل الحلويات حتى يوفروا في الأموال التي يتقاضون. هذه الشخصيات وهذه الأحزاب لولا أنها علمت علم اليقين أنها فشلت فشلا ذريعا في إدارة هذا البلد لما تجرؤوا إلى الحديث، لأنه لو كانوا يثقون بنفسهم وبقدراتهم لن يستطيعوا أو لن يحتاجوا إلى وضع أي شيء يخص حزب البعث أو غيره من الأحزاب الأخرى أو أي نظام آخر في المناهج الدراسية لتذكير المجتمعات به. أنت لو كانت لديك ثقة بنفسك أنك حاكم عادل لن تحتاج إلى هذا الشيء، لأن الشعب سيحبك بالتأكيد، هذا أمر منتهين منه. هذه مشاكل أو هذه الأفكار التي تحدث الآن كنوع من التجنيد مشاهدينا الكرام. أبو أحمد من الرمادي تفضل. أبو أحمد. نعم أسمع، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أبو أحمد. بالنسبة للنظام السابق أحسن من هذا النظام. أبو أحمد أبو أحمد أبو أحمد أبو أحمد أبو أحمد مو موضوعنا. نعم. مو موضوعنا. نعم. موضوعنا عن الطفولة في العراق، موضوعنا عن الطفولة في العراق، تأثيرات التي تحدث في العراق على الطفولة. نعم تفضل. بالنسبة احنا جمنا طار النظام السابق يعني مسدس الحكم، يعني هو مشان حزب واحد حاكم هالبلد، مو وكان تعليم اكو، عطل رسمية اكو بقانونها، يعني من السبت للخميس دوام. هسه ما شاء الله الاسبوع اللي جي بعطل كيان الثلاثة، زين هذا الطالب امتى راح يتعلم؟ امتى يعرف التعليم؟ يا اخي اكو مدارس، مدرسة تداوم 3 شفتات، وين صار هذا؟ يا قانون يا قانون بس هدفتين. اخي ما عندنا عنا تعليم، التعليم عندنا مالنا فشل، لان المناهج اللي جاي يجيبونها كلها من ايران، تخريب عقول الاطفال. فالطفل اللي ما يتعلم يظل همجي، لا يدخل كلية، لا يعرف مدارس، لا يعرف تدريب، يعني كليات ما يعرف يتأيونك، يخلونك الشاب يظل دايح، يعني الشاب هاي الشبابي هاي. والمشكلة المشكلة هذا الموضوع، هذا الموضوع يا أبو أحمد يقود الأطفال أو الفئات العمرية التي سهل من السهل التحكم بعقولها، يقودهم إلى العنف. الآن عملية شيطنة للمجتمع تحدث بإهمال جانب التعليم والتركيز على جانب التحزب وحمل السلاح وهذه الأفكار الهدامة التي توضع الآن في هذا المجتمع. كيف سيكون شكل الأجيال القادمة الآن أبو أحمد؟ أخويا بالنسبة ما جيلهم فاشل، هذا الشباب جيلهم فاشل، لأنه كسبوا كل حزب نسوي له ميليشيا، ويأخذوا لك بالأطفال ويعلمون بيهم اللي على السلاح اللي على المدري شنو. دمروا لك الشباب يا اخي، دمروا الشباب. حكومه فاشله ما تقول اداره البلد صحيح، لانه مو مهنيين وميليشيات واحزاب وكلها تابعه لايران، فماكو فائده ويا الشعب العراقي. الشعب العراقي انتهى بعد، لا له تعليم، لا له جيش صحيح، لا له شرطه صحيحه. اذا ما ترجع النظام السابق بعلم الاولي ما يصفى العراق ابد. طيب شكرا ابو احمد. اذا ما الشعب أشكرك أبو أحمد للمشاركة. طرح نقطة مهمة أبو أحمد، الأسس التي تقوم عليها أي دولة في العالم، الأسس السليمة التي تؤسس مجتمعات صحيحة، تعليم سليم وجيد وقضاء عادل وصحة وكذلك أمن وأمان، من ضمن العوامل طبعا التي تؤسس عليها دول والتي تقوم عليها مجتمعات تنشأ بشكل صحيح، تنشأ بشكل كما نراه الآن في المجتمعات الغربية، المجتمعات الأوروبية تحديدا، عملية الاعتناء والاكتراث للطفل والطفولة بشكل كبير جدا، توفير كل الاحتياجات وكل الجوانب التي تساعد الطفل على الإبداع، على إخراج ما لديه من طاقات. قد يكون متميزا في الرياضة، قد يكون متميزا في العلوم، قد يكون متميزا في الطب وغيرها من هذه الأمور، قد يكون شاعرا أو فنانا أو غيرها. هذه التسهيلات التي تحدث من قبل بعض المجتمعات التي تهتم بالطفل وبالطفولة وتهتم بتأسيس أجيال سليمة ذات وعي تفكر قادرة على اتخاذ قرارها بيدها، هذه هي الأجيال الناجحة، هذه هي الدول الناجحة التي تؤسس للمستقبل. للأسف الشديد الآن، وهو ربما قد يكون مخططا موضوعا للعراق لكي يكون بلد متخلف جاهل،
نسبة الأمية عالية كما قلت قبل قليل. الآن نسبة العمالة بالنسبة للأطفال هي نسبة تعتبر عالية بالنسبة لفئة عمرية قليلة، غيرها من هذه الأمور الأخرى التي سنتحدث بها، قضايا تعنيف هذا المجتمع مشاهدين الكرام، إثارة أفكار العنف والدم والأفكار الهدامة الآن الموجودة بين الفئات العمرية كما تشاهدون، انتشار المخدرات، انتشار الكحوليات وغيرها من هذه الأمور، وأفكار أو أشخاص، وإن كان الأب ربما للأسف الشديد طبعا نحن نقولها ونعتذر طبعا إن كانت هذه كلمة جارحة للبعض، لكن إن كان الأب هو شخص أمي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، يعيش في مجتمع يعم فيه هذا المبدأ طبعا، ويعيش في وسط مليء بالتحزب والميليشيات والحياة المرعبة التي إن قلت كلمة لا تقتل، بالطبع سينشأ الابن على هذا المنشأ، وسينشأ بنفس الطريقة، إن كان حتى متعلما سينشأ بنفس الأفكار المتعلقة بالتحزب وبالقتل والميليشيات وغيرها. للأسف هكذا تنشأ المجتمعات العراقية الآن، الأطفال بالعراق بهذه الطريقة يربون. للأسف الشديد سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، لكن نستمع إلى رأي السيد معنا أبو حسن من بغداد، تفضل. أهلا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي محمد. دور جوي تهديم البنية العراقية، يعني الأطفال أول شيء نبدأ بالشباب، لأن يعني أكثرهم عاطلين عن العمل، وحتى الخريجين ما يقولون وظائف إلا من حزب فلان وفلاني. جوي المرحلة الثالثة وهي على الأطفال، الأطفال يعني ماكو دولة بالكون حتى لو أفقر دولة يعني فقيرة في النسبة ما يصير بيها شيء هذا، فهم جوي يدمرون البنية الأجيال الجديدة. يعني إحنا تعبنا وركضنا وحاربنا المجهود، إحنا ما نريد الأطفال يسوون بيهم نفس اللي صار بينا، فهم دولة مدمرين للشعب والطفولة بنفس الوقت. يعني هم دولة يعني شوفوا دولة الجهال عايز المدرسة ماتة يمسح جام بالشارع، يا ما متسول يا ما مجبر أو باختياره يا أبو حسن. نعم، مجبر أم باختياره؟ دولة شو لا مجبر، طبعا مجبر مجبر، يعني دولة حكومة فاسدة عميلة إسرائيلية أمريكية إيرانية. فدولة الشباب يعني ما بيزمل مستقبل الأجيال. روح شوف المستشفيات كوارث حتى لو أكو إعلام حقيقي يشوف الكوارث بالمستشفيات. أطفال بيموتون لأن ما عندهم فلوس مادية، يعني فلوس مادية ماكو بالمستشفى، جزء يعطيك أبرة أو سرنجة أو مال تحليل بس ما الدواء ما يعطيك، يعني نشتري مبرد يعني ما عنده شلون. هي كارثة العراق واصل لمرحلة كارثة. كيف يمكن أن يعالج المجتمع أبو حسن في ظل وجود هذه الحياة، هذه الحكومة، هذه الميليشيات، هذه الأحزاب؟ كيف يمكن أن نصلح من المجتمع، أن نحافظ عليه؟ أخي محمد يقول لك السفينة إذا كثرت ملاليحها تغرق. فهذول الأحزاب أما كل واحد يعني في استوزاف المعارك على البرلمان على الكراسي، هذا يريد الحزبة وهذا الحزب الثاني، ويه لما تتعب يعني دول جو شردة مع الشعب وعلى البلد وعلى على يعني البنية التحتية كلها كاملة كإنسان وكبشر كأرض يعني كل شيء. أشكرك أبو حسن. الشعب نايم ما عارف. شكرا جزيلا أبو حسن. نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام التي وردت على الواتساب، خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين. السيد مبروك من الإمارات، سنقرأ جزء بسيط من الرسالة لأنها طويلة للغاية. يقول أخي محمد، ما زالت الفضائح التي يقع فيها هذه الأحزاب العميلة لإيران تتوالف. الحديث يدور حول تجنيد الأطفال من خلال الزج بهم في حروب ومعارك، ويكون سبب ذلك غياب القانون التي أو القوانين التي تردع تلك الأفعال التي تفعلها الأحزاب العميلة لإيران وميليشياتها. يهدف ذلك كله إلى تدمير عقول الأطفال عن حب العراق وتحول ذلك لحب الميليشيات المجرمة وأفعالها. التوعية تكون بتنشئة الأطفال على حب العراق، ليبقى حب العراق هو المنغرس في عقول الأطفال، وعدم الزج بالأطفال في تلك الحروب، وتنشئة جيل متعلم مثقف واعي من هؤلاء الأطفال، ليكبر معهم حب العراق وليبقى العراق هو وطنهم ويعودون جيلا وطنيا مثقفا. طبعا كلام ممتاز. الآن التأسيس هو للأسف لحب زعماء الميليشيات.
في حين أن العراق كبلد لا يؤخذ بعين الاعتبار في وضعه. ربما قد يأتي ذكر العراق في أكثر من مناسبة، لكنه يأتي في إطار تمجيد شخص معين، وبالتالي هذه هي المشكلة التي طبعا نخاف على أجيالنا القادمة منها، قضية اتباع الشخص وليس حب الوطن. يقول أحد المشاركين: أخي محمد، جوابا على هذا القاتل والمنافق جلال الدين وهو أصغر من الصغير، يقول هذا يده ملطخة بدماء الأبرياء في جامع براثة. أريد أسأل، أكو معمم يحرض على القتل وابنه يعيش في الخارج بالملاهي بأموال الفقراء والمعدمين، هذا يا دين ويا إسلام. تطرق إلى موضوعين آخرين ليس مرتبطين بالحلقة. أبو عارف من بابل يقول: الأطفال جزء مهم وكبير من المجتمع العراقي، يتعرض شأنه شأن باقي الشرائح المجتمع لنفس المشاكل والتدمير النفسي والمعنوي، فمن تعليم مدمر إلى صحة معدومة إلى رعاية اجتماعية مهملة. الأطفال يدفعون ثمن فساد وغباء وخسة حكام العراق اليوم من مستقبلهم وصحتهم. مستقبل العراق بأكمله مهدد بالتدمير. نأتي هنا مشاهدينا لنقرأ لحضراتكم جزء من تقارير للأمم المتحدة ومنظمات تابعة لها عن وضع الطفولة في العراق. شبكة إيرين التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كانت قد وصفت واقع التعليم الابتدائي في العراق بأنه متخلف عن أقرانه في الشرق الأوسط، وأشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 280 أكاديميا عراقيا على يد الميليشيات المسلحة بعد التغيير في نيسان 2003. كشفت عن ارتفاع نسبة الأمية إلى 78% أو أكثر من 78% خلال عام 2010. إذن استهداف الكفاءات العلمية وإضعاف التعليم في العراق. الأمم المتحدة ذكرت أن نتائج مسح شامل لوضع الأطفال في العراق يثبت أن الصراع واللامساواة لا يزالان يحددان ملامح الطفولة في البلاد، وأضافت أن غالبية الأطفال الفقراء لا يتلقون أي شكل من أشكال المساعدة الحكومية، ونوهت إلى أنه حتى عندما تراجعت أعمال الاقتتال تعرض 80% من الأطفال إلى العنف إما في المدارس أو في المنازل. السببان العائدان إلى هذا الموضوع هو النشأة الخاطئة لهذا المجتمع، العنف الموجود في المنازل، العنف الأسري، والعنف في المدارس. وشاهدنا الأسباب التي أو النتائج التي تؤدي إلى هذه الأسباب: هروب متكرر وتسرب من المدارس بالنسبة للأطفال، ترتفع هذه النسبة بشكل كبير للغاية، وهذا الموضوع يقود إلى انحراف هذه الفئات العمرية، انخراطها ربما مع جهات مفسدة فاسدة مجرمة بغض النظر. سينشأ للأسف طفل مشوه أخلاقيا، وبالتالي يؤسس بلد أو جيل آخر مشوه أخلاقيا على نفس المنوال. لفت تقرير الأمم المتحدة أيضا بالحديث عنه إلى أن نصف مجموع الأسر العراقية، يعني نصف أعداد المجتمع العراقي، معرضة لخطر شرب المياه الملوثة، ولا يحصل سوى أقل من 40% من السكان فقط على مياه الشرب في المساكن. هذا الموضوع يعرض الأطفال بحسب التقرير الأممي لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الماء. وذكرنا قبل قليل موضوع إعلان وزارة التخطيط عن أن نسبة الأطفال العاملين في العراق هي 5%، 4.9 تصل إلى 5% بحسب التقرير، وربما هذه النسبة تكون أعلى من ذلك بكثير. وضع الأطفال في العراق وضع مقلق للغاية، خاصة في ظل الإهمال الذي نراه، إن كان إهمالا حكوميا أو حتى إن كان إهمال من بعض العائلات نفسها لأطفالها بسبب الظروف القاسية التي يعيشها هذا المجتمع، وبالتالي قد يجبر هذا الموضوع أحيانا الأب على الابتعاد عن ابنه أو عن ابنته بشكل أو بآخر بسبب الظروف التي تحيط به، إن كان التفكير الزائد، إن كان عدم الاكتراث للأسف لدى البعض، وغيرها من هذه الأمور التي تقود أطفالنا إلى التهلكة للأسف الشديد، طبعا مع قيادها المجتمع إلى هذه التهلكة. معنا سيدة أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لحضرتك والى قناتكم الشريفه وكل عراقي شريف. شكرا جزيلا. تفضلي. استاذ احنا سنويا نحتفل بيوم الطفل العالمي. نعم. زين حتى من اجل هو شنو هذا يوم الطفل العربي العالمي؟ هو توفير رفاهيه للطفل. ليست فقط الرفاهيه. كل يعني احنا كعراقيين. نعم. استاذ. اعتقد ان العراق كل احنا دي نعيش في العراق احنا غرباء. نعم. فكيف للفقير اقول للفقير ولا ولا الطفل ولا هذا؟ يعني هي الحكومه من جدتي استاذ هي خلف نصف عينها انه لازم تحطم هذا الشعب من شماله الى جنوبه. التزمت بالسياسيين والسياسيين ككل من من عرب واكراد ويزيديين وتركمان وما ادري شنو ولو التركمان خطيه انا ما عانوا بس هم يعني هذول الكبار انه صحبتهم الى جانبهم وخلت التدمير يهم العراق كله حتى قامت عمليه اعدامات لاطفال صغار في ساحات القتال اثناء قتال مع داعش. نعم. تشريد اذا الطفل يشوف ابوه معتقل من 2003 الى الان حتى نسى انه عنده اب، هذا شو راح يعيش في نفسيه قاتله يريد انه يحس بحنان الاب، الام معتقله، زين هذا الطفل شو راح يعيش في الحياه؟ اكو اطفال انولدوا بالمعتقلات يوم عبد الله. اما بالمعتقلات استاذ والمخيمات اصلا حتى ما انطوهم شهادات ميلاد. يعني فكيف راح يحتضنوهم ويعني ويحترموهم؟ احنا اصلا ما عندنا اي احترام للانسان العراقي وهذا السبب ترى احنا استاذ ارجع واقول احنا السبب في تشريد العراقيين وقتل العراقيين وجعل العراقيين اكثريتهم في المعتقلات وقتل الاطفال وهسه قد اكو اطفال بالسجون. نعم. والله العظيم يحكوا لي سجون بغداد اطفال هذا اللي مخدرات وهذا اللي بايق كلينكس وهذا اللي بايق ما ادري شنو وهذا اللي بايق ما ادري شنو اعمال يعني شو اسمه ليش؟ لانه تعلم الطفل على العنف. زين هسه احنا الحكومه العراقيه انا اشوف على الفيديوهات يقومون بندوات ومحاضرات عن الطفل ومحاضرات عن الامومه ومحاضرات عن واقع المراه، شنو اللي صار عندنا؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي وسائل التقدم؟ اذا هذا الصغير يعني ما اعرف شنو هذا، بس اقول انه حوبة الاطفال وحوبة العراقيين ان شاء الله علي وعلى كل من واقف وياه من الحكومه العراقيه اللي بهدلت العراقيين. فأنا أقول يا عراقيين ترى الحل بيدينا، نرجع ونقول الحل بيدينا. إحنا ليش صافين؟ إحنا ليش بنعيش هاي الحياة المأساوية اللي بيعاني من عندها الكبير والصغير والطفل والمرأة، الأمهات بالشوارع، الأطفال تركوا مدارسهم، حتى المناطق الجنوبية مدارس انسدت كلها من طين. نعم. البرد قتلهم، الجوع قتلهم، يعني احنا ايش وقت راح نصحى على زماننا؟ ايش وقت راح يصير لنا 15 سنه؟ يعني قد يصير قرن يلا نقدر نشوف هذا الواقع. شكرا ام عبد الله، اشكرك للمشاركه. نقرا رساله من علي البرازنشي، عراقي مقيم في الامارات. يقول أخي محمد يجب أن تلغى العملية السياسية والدستور وطرد جميع السياسيين. مقتدى الصدر لا يحفظ القرآن، لا يعلم شيء، ورقة قيدة في المرحلة الخامسة 3 مرات من شدة غباءة، يقصد رسب، ومعظم السياسيين شهاداتهم مزورة أو من بلدان غريبة عجيبة. هؤلاء من يقودون الشعب، يجب طرد هؤلاء بأسرع وقت، أنهم كالوباء ينتشر ويمرض الآخرين. أطفالنا وبلدنا آمنة، انشروا ثقافة الثورة والتغيير، انشروا ثقافة حب الوطن، انشروا ثقافة البناء، انشروا ثقافة الاحترام للآخر، احترام القانون، الصدق، يعني الدين. هذه هي الأخلاق التي نحتاج أطفالنا أن يتعلموها في بلد في العراق الآن. ثورة نعم العراق يحتاج إلى تغيير يقوم بها الشباب والرجال الموجودين، لكن الأطفال يجب أن نبتعد عن هذه الأفكار
العنيفة، هذه الأفكار المستمرة. نعم ثورة من حق الشعوب دائما أن تكون ثائرة، سيتعلم هذا المبدأ فيما بعد، لكن أن ينشأ نشأة صحيحة، التعليم السليم، احترام الطريق، احترام الجار، احترام الصديق، الصدق مع الآخر، الثقة بالنفس، احترام البلد، العلم، الوطن، الأرض، التراب، تقديم ما لديك في خدمة بلدك، التضحية، الفداء، هذه هي الأمور التي يجب أن يتعلمها الطفل الآن في العراق، طبعاً ليست فقط في العراق، في أي بلد آخر. نأخذ أبو أيوب من هولندا ثم بعد ذلك نذهب إلى فاصل قصير. أبو أيوب تفضل. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام. طبعاً أنا تحية خاصة لكم ولقناة الرافدين وللعالم أجمع. حياك الله أبو أيوب. الله يسلمك. أخي اليوم موضوع يعني الطفل العراقي. نعم. الطفل العراقي يعني منين نبدأ ومين ننتهي؟ يعني هي في معاناة، يعني مستقبله مجهول الطفل العراقي. يعني التعليم بالعراق أصبح صفر. زين إذا كان الأب بلا شغل إلى الشغل ما متوفر، طبعا الطفل راح ينحرف، يعني أول شيء راح يفقد من المدرسة، يعني بطل من المدرسة عفوا. نعم. ويتجه إلى مثل إذا كان أكو عمل بالعراق، وليس يوجد عمل في العراق أصلا. أما الأطفال بالمدارس خاصة أطفال يعني أطفال السادس الابتدائي والمرحلة المتوسطة. نعم. أخي العزيز هناك مسألة يعني بالنسبة للمخدرات، المخدرات تأتي من 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 إيران المجوسية. نعم. يعني تعاطي المخدرات في المدارس المتوسطة أصبح كأنما يشرب الشاي. يعني هذا طفل بعد بالأول متوسط وثاني متوسط وثالث متوسط، هذا ما ناضج بعد. أخي من أياخذ هذه المخدرات هذه تمشي بعروقه، يعني هذا راح يدمن عليها، يعني هذا راح يفشل دراسته. كيف نعالج هذه الكارثة تجاه الأطفال والطفولة في العراق الآن في ظل وجود حكم فاسد، مجرمين قتل وصفوا بهذه الأوصاف من قبل المجتمع العراقي ومن قبل منظمات دولية، من يحكمون الآن زعماء الميليشيات الموجودين الآن، كيف سنعالج هذه المشكلة؟ أخي العزيز المشكلة إذا تتعالج فلازم الشعب يوعى، يعني بتكون ثورة عارمة بالعراق. نعم. على هذول الأوباش الأوغاد المزعومين الحكومة العراقية. نعم. هم مجرد عصابات، يعني هم المرجعية مالهم إذا بالعمامة ما لا تخلي مخدرات وتدخل على العراق، يعني أنا شايفة في مقاطع. نعم. أخي العزيز. نعم. يعني الصور المرجعية باسم الدين، هم هذول اللي ضيعوا البلد، أهل المرجعية. نعم. يعني حاله يرثى لها اخي العزيز، يعني بالنسبه للاطفال، اطفال الجيل العايش هسه. نعم. هذا جيل اعتبره فاشل، ليش؟ لان عيته بعاد الطرقات وعد هذا، عندك التهجير، اطفال اللي تهجرت لا مستقبل عندهم، لا يعني كل شيء ما ضل عندهم. نعم. يعني الحكومه هذه حكومه قتله. اخي ايران البلاء الخطير على العراق هو. نعم. حتى الصور بالمناهج يحرضون الطائفية بالمناهج، يعني غاسلين أدمغة الطلاب. نعم. أشكرك أبو أيوب، كنت معنا من هولندا، معذرة طبعا لضيق الوقت. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يقول أحد المشاركين، النازحون أصبحوا ضحايا الحرب على داعش ابن صلاح الدين.
هذه رسالة وردتنا أيضا على خدمة الواتساب. تحدثنا طبعا على هذا الموضوع، موضوع الطفولة في العراق، وتطرقنا إلى جوانب كثيرة منه. وحقيقة هناك نقطة مهمة أود أن أطرحها بهذا الخصوص. الفكرة السوداوية التي بدأت معنا منذ بداية البرنامج وحتى هذه اللحظة هي الفكرة الواقعية، للأسف الشديد هو الواقع الذي نراه الآن على الأرض، هي المأساة الحقيقية التي يعيشها الطفل العراقي وتعيشها المجتمعات العراقية. لكن يجب أيضا أن ننظر إلى الجانب المشرق في هذا الموضوع. العراق بلد ولاد، دائما ما كان هناك العلماء والمثقفون والذين خدموا المبدعون الذين خدموا هذا البلد والذين أوصلوه إلى درجات متقدمة، ونشأوا أيضا ربما قد يكونوا نشأوا في أزمنة مختلفة، أزمنة سادها ربما الفساد، سادتها الجرائم، سادها يعني سادتها المشاكل بشكل عام. لكن كبلد يستطيع أن ينتج والحمد لله الخبرات الكافية والتي تستطيع أن تنهض بهذا البلد. لا ننسى أيضا المهجرين المغتربين الذين غادروا العراق خوفا على حياتهم وعلى حياة أطفالهم. هؤلاء غادروا لأسباب كثيرة، منها الحفاظ على هذه الأجيال. نشأت في الغربة طبعا بعض الأجيال التي الحمد لله نجحت وتفوقت وتقدمت وتستطيع أن تقدم لهذا البلد الكثير. أيضا يجب أن لا نقسو على الأطفال الموجودين الآن. كلمة فاشل هي كلمة كبيرة حقيقة، إذا سمعها أحد قد يحبط، لكن للأسف الشديد الواقع هو يفرض علينا بعض الأحيان أن نكون قسات بالتعبير. الأجيال الموجودة الآن في العراق ومن لب المعاناة قد يخرج العالم وقد يخرج المبدع، قد يخرج المثقف، قد يخرج الضابط الذي ربما قد يكون وطنيا يخدم بلده، قد يخرج القاضي الذي سينصف المظلوم، قد تخرج كفاءات وخبرات كبيرة إن شاء الله للمستقبل من رحم المعاناة الآن التي يعيشها المواطن العراقي. مهما حاولوا أن يدمروا الواقع التعليمي، مهما حاولوا أن يدمروا المجتمع العراقي، لكن في النهاية هناك عادات وتقاليد وهناك تربية سليمة تبقى متجذرة لدى الآباء ولدى الأجداد ورثوها وستورث إلى الأجيال القادمة حتى وإن كانوا يعيشون في هذه المأساة في هذا البلد المدمر. لكي حتى نكون منصفين بصراحة، لأن الموضوع لا يجب فقط أن نطرح المشاكل، أيضا يجب أن ننظر إلى الجانب المشرق من هذه المأساة. لكن دائما ما نتحدث عن الحيطة والحذر التي يجب أن يتمتع بها أولياء الأمور بالنسبة للأطفال، بالنسبة للفئات العمرية التي يكون التعامل معها أحيانا صعب ويكون التعامل معها أحيانا حساس بطريقة معينة، حتى نتجنب الانحراف لشبابنا، الانحراف لأطفالنا، هذه الفئات الخطرة التي ذكرتها لكم. التوعية قدر الإمكان هي تأتي طبعا من المدرسة وتأتي من الآباء، يعني نحاول قدر الإمكان، هو الأمر قد يكون صعب بالنسبة للعوائل والمجتمعات، لكن نحاول قدر الإمكان أن نحافظ على أطفالنا. هؤلاء الأطفال هم عماد المجتمع، هم المستقبل. يعني في ظل الخراب وفي ظل الفساد الذي نراه الآن، للأسف الشديد نحزن على بلدنا ماذا سيصبح شكله بعد 10 سنوات أو 20 عاما. نتمنى له الأفضل، نتمنى أن تخرج من هذه الأجيال الكفاءات والقدرات التي تستطيع أن تقوم ببنائه من جديد وبإعماره من جديد، أو ربما إن شاء الله قد يكون معمر ومبني إلى ذلك الوقت. الخلاص والاقتصاص من هؤلاء الفاسدين الحكام الموجودين الآن في العراق، كان هذا رأي كثير من اتصلوا بنا ومن شاركونا بآرائهم حتى على خدمة الواتساب أو غيرها من الطرق الأخرى التي يتواصلون بها معنا. هؤلاء هم السبب في دمار هذا البلد، نهاية القول. كل من شارك معهم هو شريك في هذا الجرم، إن كان سنيا، إن كان شيعيا، كرديا، من أي طائفة ومن أي قومية، هو مشارك وجزء لا يتجزأ من الجريمة الواقعة على العراقيين. كل منظمة دولية، كل قناة فضائية، كل جهة حكومية، كل دولة، كل طرف مشارك مع هؤلاء وموافق على ما يقومون به هو طرف من الإجرام الواقع على العراقيين، هو مشارك معهم في تدمير هذا المجتمع وتدمير الأجيال القادمة وتخريبه وسرقته وارتكاب ما يرتكب من الجرائم بحق أبنائه وبحق شعبه. وصلنا للختام مشاهدينا الكرام، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.